سلام عليكم أنيس شوشي. سلام عليكم وعليكم السلام. سلام إليكم وإلينا السلام. سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد. سلام باسم الرب السلام رب العباد الله الصمد. سلام تراعنا فيه وسلام معجوم بأرض هذا البلد. سلام ما علمنا نسكن فيه وسلام ما عاد يسكن فينا. سلام نراقبه وهو يهزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا ويقول مكان التسليم واستسلم لتأسلم. لا إسلام فيه كأن إسلام أجدادنا ما عاد يفني. أتدرون لما ليهاجروا من السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلم؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف. نحن مجتمع يخاف الاختلاف. كلمات لن تعجبوا بعضكم أو جلكم أو كلكم أعرف، لكني سأقول لها لأني رافض أن أكون من الخراف. نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف. نحن مجتمع يصيح بكل الصفقة ويدعي أنه حامل بفكر مختلف. نحن مجتمع يهوى التعاليم الفراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف. يا ويل ما هذا القهر، فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا الخلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف فكر يؤذينا، اختلاف دين يؤذينا، حتى اختلاف جنس يؤذينا. لذا تحاول اختيار كل اختلاف فينا. تحولنا لبعضنا سما زعاف. نحن مجتمع أحمق من الحمق. نعم نحن مجتمع أحمق من الحمق. نتنازع على التفاهات والطرحات والخرافات ونرفض دوما أن نغوص في الحمق. ولا أبرئ أحدا، لا مدين ولا أساسا، لا من يستكن لبلادة الصمت، لا من يتبع الخرب كالأعمى، ولا من يريد إعادة أمجاد الخلف. ولن نخاصم ونقطع الأرجل من خلف. دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا في أعماقنا. دعونا أن نجرب أن نعانق أرواحنا. دعونا أن نجرب معانق أرواح اختلافنا. ها أنا أمامكم باللون، بالشعر، بأقوالي وبأفكاري. أنا لا أخافكم.
أَنَا لَا أَخَافَ إِخْتِلَافَكُمْ لِأَنَّنِي مِنْكُمْ وَلِأَنَّكُمْ مِنْكُمْ دعونا نخلق فنك دعونا نغوص في القلب لنرسف ثقافة بلا السخافة ليكون الرقيب فينا هو أسمى خلافة دعونا ملوك الاعتراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان ولا نرى سوى Insane.